هيا بأحمد آمنوا، فهو الذي مدح المسيح بمصحف وبمسجدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخواني سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. العهد الجديد لا تتجاوز عدد صفحاته 500 صفحة، مع ذلك يوجد فيه ما يقرب من 1438 مشكلة نقدية. هذه المشكلة أو هذه المجموعة الهائلة من المشاكل ما زال العلماء يحاولون حلها، فمنها ما استعصى على الحل، ومنها ما قارب الحل، ومنها ما نتركه إلى الله تبارك وتعالى، فهو وحده الذي يستطيع أن يبين لنا ما هو النص الذي كتبه أصحاب الكتاب الأصلي. اليوم علم النقد النصي لا يرنو إلى استعادة النص الأصلي، فهذا حلم بعيد المدى، إنما كل ما يريدونه أن يصلوا إلى النص الذي كان في القرن 3 و4 الميلادي. المشكلات النقدية التي تعترضهم يحاول العلماء اليوم التغلب عليها، لكن هذه المشكلات تبقى ظاهرة في النسخ المختلفة للعهد الجديد، فكل نسخة من هذه النسخ تختلف عن غيرها، فيها زيادات، فيها نقصان، فيها حذف، فيها تبديل. لا توجد نسختان من هذه النسخ التي عرضتها عليكم، مع أنها كل نسخ عربية، لا يوجد منها نسختان متطابقتان. هنا أنا لا أتحدث عن تراجم، يعني أحدهم يقول هذه تراجم عربية، أنا لا أتحدث عن تراجم، لا أتحدث عن جاء وأتى، هذا لها مشكلة عندنا في الفرق بين جاء وأتى. المشكلة عندما تجد 8 سطور في قصة المرأة الزانية في يوحنا تجدها في نص ولا تجدها في الآخر، عندما تبحث عن خاتمة مرقس فتجدها هنا ولا تجدها هنا، أو تجد 4 خاتمات مختلفة في بضع أناجيل وهكذا. فما نبحث عنه لا يتعلق بالترجمة، إنما يتعلق بالنص، النص الضائع. من المشكلات النقدية التي نود أن نعرضها عليكم هذه المشكلة. هذا النص الذي يظهر أمامنا، الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة إلى آخره. هذا النص مفقود من السينائية والفاتيكانية وبيزا والأفرايمية، أهم مخطوطات العهد الجديد في القرن 4 و5 الميلادي، لا يوجد فيها هذا النص، لكنه يظهر في مخطوطة في القرن 5 وهي المخطوطة السكندرية. السؤال، ماذا يفعل هذا الذي يريد أن يخرج لنا طبعة من الكتاب المقدس؟ هل يستجيب للإسكندرية أم يستجيب للسينائية والفاتيكانية؟ هنا يظهر الخلل والاختلاف بين الطبعات المختلفة للعهد الجديد، فمن تابع للإسكندرية ومن مفضل لما جاء في واشنطن والسينائية والفاتيكانية، وعليه ستظهر لدينا هذه الاختلافات بين النسخ العربية وكذلك النسخ الأجنبية. نظرا لأن النص غير موجود في معظم المخطوطات المهمة، معظم النسخ تحذفه وتعتبره مدسوسا على الكتاب. أما النسخ التقليدية مثل البانداي ومثل الملك جيمس الإنجليزي، فهي تعتمد على مخطوطات متأخرة جدا تنتمي للنص البيزنطي، فهي لا تعنى كثيرا في تحقيق النص، لذلك يظهر فيها هذا النص وأمثاله. الترجمة العربية المشتركة ونسخة الرهبانية اليسوعية، هاتان النسختان حذفتا النص واعتبرتاه زيادة من أحد النساخ الذين حرفوا النص فأدخلوا فيه ما ليس فيه. بعض النسخ، هذه نسخة فان دايك أخرى، وضعوا لنا النص بين قوسين للدلالة على عدم أصالته لأنه غير أصيل عندهم.
ننتقل إلى نص آخر في متى 6:13. النص في فان دايك فيه هذه الزيادة، ولكن نجنا من الشرير موجودة عند الجميع. فيه هذه الزيادة: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. هذا الموضوع أو هذا النص لا يظهر في معظم النسخ، حذفته أهم النسخ مثل السينائية والفاتيكانية في القرن الرابع، حذفت هذا النص. أثبتته واشنطن وبيزا وهي تنتمي إلى القرن الخامس. ماذا يفعل العلماء؟ هناك من يميل إلى ألف وباء، وهناك من يميل إلى جيم ودال، وبالتالي هناك من حذف النص وقال بأنه هناك في بعض المخطوطات. طيب في بعض المخطوطات، لكن هل هو نص مقدس؟ هل تؤمنون بأنه وحي الله؟ هنا يبقى الاختلاف بين هذه النسخ. مرة أخرى يظهر لدينا أن معظم النسخ حذفت هذا النص واعتبرته زيادة غير صحيحة وأخرجته من النص، لكن النسخ التقليدية كالفان دايك والماري جيمس أثبتت هذا النص واعتبرته نصا مقدسا. هذه العبارة نجنا من الشرير وردت في متى كما ترون 6:13، هذه النسخ الإنجليزية. الآن ننتقل إلى نفس العبارة في لوقا 11:4. المخطوطات كلها لا يرد فيها ولكن نجنا من الشرير في لوقا، هي وردت في متى 6، خلاص هذه انتهينا منها. لكن في لوقا 11 ما هو موجود في كل المخطوطات. ماذا فعل بعض النساخ المتأخرون؟ قالوا يعني حتى يكون هناك توازي بين النصين، بين نص متى ولوقا، فأحضروا العبارة من متى 6 ووضعوها أيضا في لوقا 11، لكنها لم ترد في المخطوطات اليونانية المعتبرة، وهكذا نص آخر تم تحريفه. ممن يشهد لنا بتحريف هذا النص؟ العلامة أوريغانوس من أكابر علماء المسيحية في القرن الثالث الميلادي. يقول لنا الفقرة الأخيرة: ولكن نجنا من الشرير لم ترد في إنجيل معلمنا لوقا. إذن هي لم ترد في هذا النص، إنما أضيفت في نسخة فان دايك وأمثاله، أضيفت نوعا من التحريف من أجل أن يوافقوا ما جاء في لوقا مع ما جاء في إنجيل متى. أيضا تفاجئنا نسخة فان دايك بأن تقول بأن أبنتوس كان باكورة أول من دخل إلى المسيحية في إخائية، أول من دخل إلى المسيحية، أول من اهتدى إلى المسيحية في إخائية. إخائية في اليونان منطقة صغيرة في اليونان، لكن المخطوطات بالجملة كلها تتحدث عن أن أبنتوس هذا كان أول من دخل إلى المسيحية في آسيا. في آسيا أم في اليونان؟ آسيا منطقة أو قارة كبيرة، لا يمكن أن يكون أول من آمن بالمسيحية فيها هو من؟ هو أبنتوس هذا. لماذا؟ المسيح عليه السلام أين بعث؟ بعث في آسيا، وكل هؤلاء المؤمنون في آسيا، لكن المخطوطات كلها تكاد تجزم بأنه في آسيا، مثل السينائية، الفاتيكانية، الإفرائيمية وغيرها، كلها تتحدث بأن هذا الرجل أول من دخل في المسيحية في آسيا. المخطوطات البيزنطية والمخطوطات المتأخرة لاحظت أن هذه المعلومة خاطئة، فبدأ تعديل النص في المخطوطات المتأخرة مثل الكلارومونتانية وكذلك نصوص النص البيزنطي، فتم تصحيحها وجعله أول من آمن بالمسيح، لكن في منطقة صغيرة في اليونان هي إخائية وليس في آسيا بالجملة. أيضا بالنصوص الإنجليزية الملك جيمس تستخدم إخائية، وما عدا ذلك من النسخ كلها تستخدم آسيا، خلافا للمخطوط أو اعتبارا بالمخطوطات ولو خالفت الحقيقة. الآن لدي يعني شيء غريب شوية، هذا الخلل هنا يعني مضحك بعض الشيء. المسيح يقول لليهود: من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر ولا ينتشه في يوم السبت؟ الجماعة يقولوا في يوم السبت لا يجوز لنا أن نعمل، ويستنكرون على المسيح أنه يعمل. فيسألهم المسيح عليه السلام: إذا واحد سقط حماره في يوم السبت أو ثوره في يوم السبت، سقط في حفرة،
ينتشله ولا يتركه إلى يوم الأحد؟ أكيد ينتشله. لاحظوا أن المسيح يقول حماره أو ثوره، هذا ما تقوله نسخة الفانداي وجميع النسخ التقليدية المشابهة. الرهبانية اليسوعية وكذلك الرهبانية اليسوعية والترجمة العربية المشتركة فعلتا شيئا عجيبا، بدل حماره تحولت عندها إلى ابنه. حماره هذه وردت في بعض المخطوطات القديمة من بينها المخطوطة السينائية وكذلك في المخطوطات البيزنطية. الرهبانية اليسوعية تقول من يقع ابنه أو ثوره، مش حماره، ابنه أو ثوره. وكذلك الترجمة العربية المشتركة تقول من يقع ابنه أو ثوره. هكذا تحول الحمار إلى ابن. كلمة ابن وردت في بردية 85 وهي بردية مهمة، وكذلك في الفاتيكانية وكذلك في المخطوطة السكندرية. السؤال: يا أيها المؤمنون بهذا النص المقدس، هل تؤمنون بالكتاب الذي يقول من سقط حماره أو ثوره، أم بالكتاب الذي يقول سقط ابنه أو ثوره؟ فالابن والحمار ليس مترادفين في أي لغة من اللغات. ما هو سبب الخلل؟ سبب الخلل التشابه في الكتابة اليونانية بين كلمتي ابن وحمار، لذلك اختلطت عليهم، لذلك هنا مشكلة. عندما يكون نص منقول فقط عن طريق المخطوطات، ما في أحد حفظه، نكون عرضة لأخطاء النساخ وعرضة للقراءات الخاطئة لهؤلاء النساخ. هنا في هذا الموضع استطعنا أن نستدل على الخلل لأنه ورد في نص آخر، لكن ماذا عن آلاف النصوص التي هي أيضا عرضة لمثل هذه الأخطاء ولم نتمكن من الوقوف على الخطأ؟ طبعا القضية لا تتعلق فقط بالنسخ العربية، كذلك أيضا النسخ الإنجليزية تعاني من نفس المشكلة، كذلك الفرنسية تعاني من نفس المشكلة، وهكذا دواليك. فالقصة متعلقة بالمخطوطات اليونانية. أيضا نقرأ في كورنثوس الأولى هذه العبارة: لأن للرب الأرض وملأها. وهذه العبارة محذوفة من السينائية والفاتيكانية والسكندرية والكلارومونتانية، كل هذه المخطوطات حذفت هذا النص. في المقابل هناك مخطوطات مثل الإفرايمية وواشنطن أثبتت هذا النص. ماذا يفعل طابعو الكتاب المقدس؟ نسخة الرهبانية اليسوعية قامت بحذف هذا النص لأنها اعتبرته نصا محرفا أدخله بعض النساخ في القرن الخامس الميلادي. هذه النسخ العربية معظمها حذف النص واعتبره تحريفا، ما عدا نسخة الفاندايك التي تنتمي إلى النصوص التقليدية، وكذلك سنرى في اللغة الإنجليزية نسخة الملك جيمس تنتمي إلى النص التقليدي تثبت هذا النص، وما عدا ذلك فمعظم طبعات الكتاب المقدس ستحذف هذا النص على اعتبار أنه نص دخيل على الكتاب المقدس. ننتقل إلى موضع آخر: صعب عليك أن ترفس مناخس، يعني العناد ليس شيئا جيدا، لن تستطيع أن تقاومني، هذا معنى النص. هذه العبارة وردت في سفر أعمال الرسل في أكثر من موضع على لسان المسيح وهو يقولها لبولس. عموما هل هذه العبارة في هذا الموضع عبارة أصيلة أم غير أصيلة؟ النسخ المختلفة تثبت لنا بأن هذه العبارة لم تكن أصيلة، إنما استعاروها من مواضع أخرى ذكرت فيها فاستعيرت وأخذت إلى هذا المكان، ذلك حرصا منهم على أن تتطابق النصوص. إذن هي الآن تظهر معنا في أعمال 9 على 5، هي موجودة في أعمال 26 على 14 بلا خلاف، فأخذوها من ذاك المكان ووضعوها في أعمال 9 على 5، مع أنها غير موجودة في المخطوطات القديمة، بل حتى المتوسطة لا يوجد فيها هذا النص، لكن استعاروها من موضع آخر من الكتاب وأثبتوها هنا. ما هي النتيجة؟ النتيجة مع البروفيسور بارت إيرمان من أكابر علماء النقدي العلم النص النقدي في هذا الزمان يقول: العهد الجديد الذي نملك هو نتاج آياد بشرية. النص الأصلي نفسه اللي كتبه متى ولوقا ويوحنا هذا كان كتابا بشريا جدا لأنهم لا يتميزون عن غيرهم، لكن لو فرضنا أن الله أوحى
الكلمات الأصلية التي كتبها متى ولوقا ويوحنا، فنحن لا نملك هذه الكلمات الأصلية، ولا نستطيع أن نزعم بأن بين أيدينا النص الأصلي، إنما بأيدينا هو نص غاية ما يمكن أن نقوله أنه ينتمي إلى القرنين الثالث والرابع. مسلسل النص النقدي يعني سيستمر معنا طويلا، لذلك آثرنا أن تكون هذه حلقته الأخيرة، وأن ننتقل إلى قانونية العهد الجديد حتى لا نستمر في عرض ما يقارب من 1438 نصا. شكر الله لكم حسن الاستماع. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.